بسم الله. دلوقتي هنشوف اهم الاوامر في اوبشن. عشان ادخل اوبشن بروح تولز اوبشنز، بلاقي هنا في الديسكتوب انفيرومنت اللغه اللي انا هشتغل بيها، الجيرمان ولا الانجليش، وحسب اللغات اللي موجوده عندك على الجهاز. اليونت، هل هشتغل بالمتر ولا بالمليمتر ولا بالسنتي ولا بالانش ولا بالفيت. الوحده بتاعت الانجل، الزاويه، انت عايز تشغل ايه. الديسبلاي، الخلفية بتاعتك، يعني ممكن نخلي الخلفية مثلا ايه، ازرق مثلا. اوكي، الخلفية تبقى بالشكل دوت، ارجعها ابيض تاني. الكونستراكشن لاين اللي انت شغال بيه، لو احنا دخلنا في الماوس، الاكس والواي والزد الالوان بتاعتهم، بالذات في الثري دي هتبقى ظاهرة معاك ازاي، ولا انت مش عايزهم بالوان. السيليكشن، لما اعمل سيليكشن يبقى بأني لون. البوينت ستاب، التجاذب وانت شغال. وعندي حاجة اسمها تراك اند تراكينج، دي عبارة عن ايه؟ ده عبارة ان انا مثلا هرسم حائط موازي الحائط تاني، تمام، فيبقى شغال معايا البارل، او عايز عمودي بيربنديكولار. اوكي، يعني انا دلوقتي قلت له انا عايز ارسم وول، تمام. انا بيبدأ بقى تلاقي في علامة ظاهرة كده، ان في علامة حاجة موازية لحاجة، تمام. لو انا عايز اتحكم فيها بدوس رايت كليك وتراك تراكنج اوبشن، ابدا اشوف ايه اللي انا عايز افعله من هنا وايه اللي مش عايز افعله. اوكي، طول ما انت ماشي كده مش موازي لحاجه ما بتبقاش في علامه تبدا تظهر لك. لما ابدا امشي الموازي تبدا تظهر علامه الموازاه. لو انا هبدا امشي عمودي يبدا يظهر العلامه بتاعتي، او همشي مثلا بزاويه معينه فيبدا تظهر العلامه تقول لي ان انت شغال موازي لحاجه، او نازل عمود على حاجه.